الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم في اول درس من دروسنا في برنامج الافتر افكتس. انا علي عبد العظيم معاكم. درس النهارده ان شاء الله هيكون بدايه لمجموعه دروس في برنامج الافتر افكتس. هنمشي بمستوى الدروس واحده واحده عشان الناس اللي لسه بتتعلم على البرنامج، وهنطلع بمستوى الدروس زي ما عملنا في برنامج الفوتوشوب. وان شاء الله مستني في اقرب وقت الناس تحب البرنامج وتتعلم عليه، ونشوف ابداعاتها زي ما حصل مع برنامج الفوتوشوب. برنامج الافتر افكتس هو واحد من اكبر برامج اعداد واخراج الفيديو. ان ما كانتش الناس كلها، فالاغلبيه بتستخدم البرنامج في انتاج الفيديو والخدع السينمائيه المشهوره اللي بنشوفها في الافلام الاجنبيه. معظم الافلام ان ما كانش كلها لازم بتعدي على برنامج زي الافتر افكتس او برنامج فيديو اديتنج علشان تتعمل المشاهد الخيالية أو المشاهد الغير واقعية. كان زمان المخرجين لما بيجوا يعملوا مشهد خيالي لمخلوق فضائي أو انفجار لمبنى أو عربية، كانوا بيضطروا يعملوا مكياج للمخلوق الفضائي أو يتعملوا ماكيت وبعد كده بيحركوه، وكانوا بيضطروا يعملوا ماكيت المبنى ويحطوا فيه متفجرات ويفجروه فعلا. بيجيبوا مبنى حقيقي وبيفجروه. ده طبعا كان بيتكلف فلوس كتير وكان بياخد وقت كتير من انتاج الفيلم. النهاردة مع ثورة التكنولوجيا عن طريق برنامج فيديو اديتنج وكومبوزيتنج بيقدروا يعملوا الكلام ده كله على الكمبيوتر، وما بيتكلفش نفس التكلفة اللي كانت بتكلفهم زمان. طبعا في برامج كتير بتقوم بالشغل دوت. احنا بنتكلم عن الافتر افكتس اللي هو من اشهر البرامج دي. مع الوقت لما الناس تتعلم البرنامج هتحبه قوي، ويمكن ما تبطلش تشتغل عليه. البرنامج لذيذ قوي وبيعمل شغل ممتاز. هنحاول بقدر الامكان ان شاء الله نبسط فكرة البرنامج ونبسط طريقة الشغل عليه. والجزء اللي بعد كده هيبقى على الشخص نفسه اللي هيشتغل على البرنامج، بيبقى خاص بإبداعه وأفكاره اللي هيطبقها على البرنامج. في ناس كتير بتقول ان برنامج الافتر افكتس برنامج معقد شوية، او فتحته ولقيته معقد شوية. هي نفس الفكرة بالظبط لما حصل مع برنامج الفوتوشوب. في ناس كتير اول ما فتحت برنامج الفوتوشوب لقيته ان هو معقد علشان في قوائم كتير وحاجات مكتوبة بالانجليزي ما احناش فاهمينها، فتعقدت من البرنامج وقفلت البرنامج، او بتدور على بديل برنامج يكون سهل التعامل شوية. هنقول ان شاء الله ان احنا مع الوقت لما نشرح البرنامج الحاجات كلها هتوضح وهتبقى سهلة خالص، ومع الوقت هنتعلمه وهنكون فيه كويسين زي ما حصل في برنامج الفوتوشوب. طبعا برنامج الافتر افكتس هو واحد من منتجات شركة ادوبي المشهورة طبعا والغنية عن التعريف. شركة ادوبي عندها نقطة كويسة اوي، ان هي بتخلي جميع البرامج بتاعتها متصلة كلها ببعضيها. بمعنى ان برنامج زي الافتر افكتس ممكن بتستورد او بتصدر ملفات من اي برامج تانية من منتجات ادوبي زي الفوتوشوب او الالستريتور او بريمير برو او اي منتج من منتجات ادوبي. بتعمل لينك للبرامج بتاعتها كلها مع بعضيها علشان توفر عليك وقت ومجهود. كمان بتحاول في الديزاين بتاع البرامج بتاعتها تخلي الانترفيس او اللي اوت بتاع البرنامج كله مقارب لبعضيه. الشورت كات كمان بتاع البرامج كله مقارب لبعضيه عشان ما يشتتش المصمم وما يحتاجش ان هو يستعين ببرامج تانية. يبقى لو عندك مجموعة منتجات ادوبي مش هتحتاج برامج تانية. ده رأي شخصي طبعا، مش قاعدة ولا فلسفة. هنا عندنا برنامج الافتر افكتس. لو فكرنا فيه كبرنامج الفوتوشوب هنلاقيهم ان هما تقريبا زي بعض. عندنا قوائم اللي موجودة عندنا في الانترفيس، طبعا هو اختلاف بسيط لاننا هنا هنشتغل على ملفات فيديو مش ستيل ايمج او مش صور ثنائية الابعاد. بس هي عشان نوضح او نبسط الفكرة هنقول كالتالي. في برنامج الفوتوشوب بنضم مجموعة صور مع بعضيها او مجموعة ليارات مع بعضيها. كل لير بياخد درجة شفافية معينة وبياخد ستايل معين او بياخد فلتر معين، ومجموعة الليارات دي بنضمها كلها على بعضيها عشان يطلع الشغل الاخير بتاعنا اللي هو بيكون صورة بتاعتنا. نفس الفكرة هنا بالظبط في الافتر افكتس، بنضم مجموعة ليارات مع بعضيها سواء ملفات فيديو او ستيل ايمج او ملفات اوديو. بنضم ده كله مع بعض على شكل ليارات
وكل لير بياخد درجة شفافية أو بلاندنج مود أو ستايل أو حاجة زي الفلتر اللي بنسميها هنا في الأفتر إفكت، بنسميها إفكتس. في القائمة دي موجودة فوق، القائمة دي تقريبا زي قائمة الفلترز في الفوتوشوب. بنضم الليارات كلها بتاعتنا على بعضيها وبننظمها في التايم لاين عشان يطلع ملف الفيديو بتاعنا. هي دي الفكرة البسيطة، نفس فكرة إخراج صورة في الفوتوشوب. كمان زي ما في الفوتوشوب في القوائم والأدوات اللي بنستخدمها، في الفوتوشوب بتكون على الشمال زي كده قائمة الأدوات، هنا في الأفتر إفكتس بتكون مختلفة شوية، بتكون فوق زي كده. كمان ممكن بنروح على الورك سبيس من هنا وبنختار أي ستايل من الورك سبيس اللي موجود، لو هنشتغل على بينت أو هنشتغل على إفكتس أو هنشتغل على أنيميشن بنختار حاجة من الحاجات الجاهزة. وطبعا برنامج الافتر افكتس زي اي برنامج من شركة ادوبي بتقدر تتحكم في الفيزوال بتاع البرنامج، يعني ممكن بتشيل بانل بتحطه في اي مكان زي كده وبتتحكم في البرنامج ده. طبعا الناس كلها عارفاه مش محتاجين نشرحه تاني. اول ما بتفتح البرنامج بيكون عندك بالشكل دوت، او ممكن بيكون مختلف شوية في اللون بتاعه، بيكون فاتح زي كده. انا بفضل اغمق البرنامج شوية عشان ما يتعبش عينيا وانا شغال، لاني بشتغل عليه وقت كتير فبحب يكون باللون الغامق زي كده. انت طبعا بتتحكم فيه، بتروح من فوق على Edit Preferences تختار General وبتتحكم هنا في اعدادات البرنامج، بتروح واحدة واحدة في الالوان وامكانيات البرنامج كلها زي برنامج الفوتوشوب بالظبط. اهم حاجة لازم نعرفها عشان نعمل مشروع في الافتر افكت، بنضطر نعمل كومبوزيشن وبنحط الملفات الميديا بتاعتنا كلها في قلب الكومبوزيشن دوت، وبعد كده بنصدرها على شكل فيديو. ايه هو الكومبوزيشن؟ الكومبوزيشن تعالوا نفكر فيه كأنه صندوق هنشيل فيه جميع الليارات بتاعتنا وجميع ملفات الميديا بتاعتنا، وكل صندوق من دوت بنقدر نصدره على شكل فيديو او بنضم كذا صندوق مع بعض. لما بقول هنا كلمة صندوق اللي هي composition اللي موجودة فوق هنا، أنا بس بشرح بالعامية عشان أسهل الفكرة للناس. في الفوتوشوب بنضم الليارات كلها مع بعضيها في قائمة اللير بانل، والليارات كلها بتضم مع بعضيها وبتتصدر على شكل صورة. هنا الوضع مختلف شوية، بنحط جميع الليارات بتاعتنا في الكومبوزيشن وبنصدر الكومبوزيشن دوت على شكل فيديو، او بنضم كذا اكتر من كومبوزيشن مع بعض، او بنحط كومبوزيشن جوه كومبوزيشن تاني. وطبعا دي لي في هدف منها ان هي تحط في كومبوزيشن، لان في ستايلات بتطبق على لير جوه كومبوزيشن وستايلات تانية بتطبق على الكومبوزيشن بالكامل. عشان كده بنفرق، تعالوا نعتبرها كاننا بنحط صندوق جوه صندوق، والصندوقين اللي جوا بعض دول بنصدرهم على شكل فيديو. طبعا هي يمكن الصوت ظاهر قصادك ان هي معقدة شوية، لكن هي سهلة خالص، مع الوقت هنتعلم كل حاجة ان شاء الله. بمجرد ما بنفتح البرنامج بيتعمل تلقائي مشروعنا الجديد، بياخد اسم انتل زي ما هو موجود في الفوتوشوب بالظبط. علشان نبدأ شغلنا في الافتر افكتس بنضطر نجيب ملفات الميديا بتاعتنا اللي هنشتغل بيها. هنا عندنا اول حاجة البروجكت بانيل او المكان اللي هيكون فيه ملفات الميديا بتاعتنا كلها، وهنا الكومبوزيشن مونيتور او المكان اللي هيظهر فيه ملف الفيديو بتاعنا وهتكون فيه الليارات بتاعتنا كلها، هنشوفه قدامنا هنا في المونيتور دوت. وعندنا هنا التايم لاين او المكان اللي هيكون فيه الليارات كلها اللي هنتحكم فيها عن طريق الشفافية وعن طريق البوزيشن بتاعها او الوضع بتاعها. هنتحكم في الليارات كلها هنا وهنشوفها هنا وهنصدرها بعد كده. قبل ما نشتغل لازم نجيب ملفاتنا كلها. هنا عندنا في قائمة البروجكت بانل بنروح من فوق على فايل امبورت وبنختار import file او multiple files. في طريقة تانية زي كمان ما في الفوتوشوب، في كذا طريقة بنفتح بيها الملف، هنا كمان كذا طريقة ويمكن كلهم مقربين لبعضهم. في نص المشروع هنا بنضغط دبل كليك بيفتح عندنا المكان اللي هنجيب الملفات بتاعتنا، او كليك يمين في النص وبنختار import
import file أو multiple files. هنا برنامج الافتر افكتس بيدعم ملفات كتيرة زي ما قلنا، ملفات فيديو وفيديو زائد اوديو يعني صوت وصورة او صورة بس، ملفات صوت بكذا صيغة، وملفات ستيل ايمج زي ملفات الجي بي جي او بي ان جي، وملفات الالستريتور، واي ملفات كمان بتشتغل عليها في برنامج في اي برنامج من برامج شركة ادوبي. عشان افتح اول ملف بتاعي بختار الملف زي كده وبفتحه، او بدوس شيفت من على الكيبورد وبحدد اكتر من ملف وبفتحهم، او لو عايز افتح فولدر بالكامل بختار الفولدر زي كده وبدوس على كلمة import folder. انا هنا هختار الملفات بتاعتي دي وهفتحها في قلب البرنامج، كمان هروح اختار الفولدر دوت وادوس على كلمة import folder، بيجيب لي الفولدر بالكامل بجميع الملفات اللي فيه، اللي هي زي ما احنا شايفين عبارة عن 4 فيديوهات. لما بنجيب ملفات الميديا بتاعتنا بتكون في المكان ده زي كده، كل ملف زي ما احنا شايفين واخد الاسم الاساسي اللي موجود، وهنا معلومات عن الملف، الحجم بتاعه والنوع بتاعه. هنا بيقول لي ان ده ملف فيكتور ارت، هو عبارة عن شعار لقناة الجزيرة العربية، وهنا بيقول لي ان دوت ملف ويندوز ميديا عبارة عن ويف، وهنا ملف كويك تايم موفي، وهنا ملف mp3. هنا بتلاقي البيانات كلها عندك. كمان هنا فوق لما بتختار اي ملف بتبص تلاقي هنا فوق معلومات عن الملف دوت، زي ما احنا شايفين مدانا الديمنشن بتاع الملف. لو اخترنا ملف فيديو على سبيل المثال زي كده بيدينا الديمنشن والفريم ريت بتاع الملف، ومعلومات عن الملف بالكامل بتظهر زي كده. ده طبعا ملف فيديو بس، بيظهر عندنا الصامنيل زي كده. لو اخترت ملف فيديو مع اوديو بنلاقي الصامنيل، وبنلاقي تحت منه شريط الويف زي كده، ده معناه ان هو ملف فيديو زائد اوديو. دلوقتي انا عندي الملفات بتاعتي كلها في البروجكت بانل، ممكن بغير اسامي الملفات، بختار الملف بتاعي بدوس انتر من على الكيبورد، بغير الاسم مثلا هسميه لوجو بالشكل دوت، بيغير لي اسم الملف بتاعي. طبعا الملف الاسم بيتغير هنا بس، ما بيتغيرش في الملف الاساسي على جهاز الكمبيوتر، هنا بس عشان تقدر تتعرف عليه في البرنامج. كمان هنا ممكن اغير الفولدر بنفس الطريقة، بدوس انتر وبغير الاسم بالشكل ده. طبعا اهم حاجة ناخد بالنا منها ان احنا مع الشغل مع الوقت واحنا شغالين بتتراكم الملفات هنا، فطريقة كويسة قوي ان احنا نضم الملفات بتاعتنا ونخليها منظمة عشان ما نتوهش واحنا بندور عليها. ممكن بنعمل فولدر جديد عن طريق اننا بندوس على الايقونة اللي تحت دي بتاعت create new folder، ده بيعمل لنا فولدر جديد زي كده، هنسميه مثلا images، وهنضم فيه الصور بتاعتنا كلها. في الحالة دي احنا عندنا صورة واحدة هنا هحطها هنا، هعمل كمان فولدر، بندوس على الايقونة دي، او ممكن بنروح من فوق على file new وبنختار new folder زي ما قلنا في كذا طريقة، بنختار اللي تريحنا. هنا هيكون الفوتجز بتاعتنا او ملفات الفيديو بتاعتنا في الفولدر دوت، وهعمل كمان فولدر وبحط ملفات الصوت بتاعتي في قلب الفولدر ده، بنظم عندي المشروع بالشكل دوت. يبقى انا عارف لو هدور على ملف صوت هلاقي ملفات الصوت بتاعتي كلها هنا في الفولدر اللي اسمه اوديو، لو عايز ملف فيديو بلاقي ملف الفيديو عندي هنا، او ستيل ايمج او صورة بلاقيها موجودة هنا. ده مهم ان احنا ننظم المشروع بتاعنا بالشكل ده. دلوقتي عشان نبدأ الشغل ونبدأ نسحب الملفات بتاعتنا على المشروع الجديد بنضطر نعمل كومبوزيشن جديد،
أو صندوق عمل جديد، بنروح من فوق على Composition وبنختار New Composition. ده بيفتح لي القائمة بتاعت السيتنجز بتاعت الكومبوزيشن. هنا بندي اسم الكومبوزيشن بتاعنا، بالشكل دوت، وهنا بنختار العرض والطول بتاع ملف الفيديو بتاعنا، او ممكن من القائمة بتاعت بريسات بنختار اي حاجة من اعدادات الجهاز عندنا. هنتكلم بالتفاصيل عن كل الاعدادات اللي موجودة دي واهميتها. هنا كمان بنتحكم في البيكسل اسبيكت ريشيو من هنا، هنتكلم برضو فيها دي بعدين، والفريم ريت كمان هنتكلم عنه بعدين. هنا مدة الفيديو اللي احنا عايزينه، بنحدد هنا مدة الفيديو زي ما احنا شايفين عندنا هنا 11 ثانية وعشرين من 100. بندوس اوكي، بيعمل لنا كومبوزيشن جديد. طبعا ما فيش حاجة ظهرت، هو بس هنا ظهر عندنا مربع اسود في الكومبوزيشن مونيتور، وعندنا هنا التايم لاين. بس زي لو لاحظنا هنا هنلاقي ان التايم لاين خد نفس اسم البروجكت اللي عملناه تيست بروجكت، وهنا كمان الكومبوزيشن مونيتور خد نفس الاسم هنا تيست بروجكت، وعندنا هنا التايم لاين لو لاحظنا ان المدة البروجكت بتاعنا اللي هي 11 و20 من 100 اللي احنا حطيناها في الاعدادات. في طريقة تانية بنعمل بيها كومبوزيشن جديد. على سبيل المثال انا هنا عندي ملف الفيديو زي كده، الديمنشن بتاعه 640 في 360. انا عايز اعمل كومبوزيشن بالاعدادات دي. طريقة سهلة، بسحب الفيديو بتاعي على الايقونة اللي تحت دي بتاعت create new composition، ده بيعمل لي اوتوماتيك كومبوزيشن جديد بناء على العرض والطول بتاع الفيديو او اعدادات الفيديو بتاع اللي انا سحبتها على الايقونة، وبناء على كمان الدوريشن بتاع الفيديو او طول او مدة الفيديو بيعمل لي المدة زي ما احنا شايفين هنا المدة كمان 11 و20 من 100. طبعا في اختلاف هنا، فرق 1 فريم. احنا عندنا كل ثانية في البرنامج مرموز لها بعدد من الفريم، والبرنامج بتاع الافتر افكت ما بيحسبش اخر فريم، يعني 11 ثانية و20 من 100 بيخليها 11 و19%. ده هنشرحها بالتفصيل بعد كده ان شاء الله. هنا عندي المونيتور موجود زي كده، عندي الملف الفيديو بتاعي موجود في الكومبوزيشن مونيتور. بقدر اتحكم هنا، بعمل له زوم عن طريق القائمة دي، بخليه 100% زوم، او بختار اي حاجة من هنا، او عن طريق الميدل ماوس او العلامة اللي في نص الماوس بتاعي بتحكم، بعمل زوم ان او زوم اوت، او هنا فوق على الشمال بختار اداة الزوم تول، وبقدر اتحكم في الفيديو بتاعي بالظبط زي ما في برنامج الفوتوشوب او اي برنامج من منتجات شركة ادوبي. في كذا طريقة ان انا بستدعي بيها الامر. هنا عندنا القائمة اللي موجودة دي زي ما احنا شايفين، عندنا فول هاف تيرد كوارتر، ده الجودة بتاعت الفيديو اللي هتظهر هنا عندنا على الشاشة في المونيتور. هنا لو اخترت هاف زي ما احنا شايفين جودة الفيديو بتقل شوية، ولو اخترت اقل من كده بتقل خالص. ده عشان يساعدنا ان الفيديو يشتغل بسرعة شوية هنا في التايم لاين، لان لو في ليارات كتيرة نفس الشيء في برنامج الفوتوشوب، عشان ما بنتقلش على الذاكرة بنشيل الفيزيبيليتي من على كذا لاير واحنا شغالين علشان ما يبقاش البرنامج تقيل. هنا نفس الفكرة بالظبط، البرنامج بيضطر يعمل ريندر لكل فريم في التايم لاين، فمن هنا بنقدر نتحكم في جودة الفيديو اللي هتبقى قصادنا في البريفيو علشان ما نتقلش الجهاز بتاعنا. زي ما احنا شفنا حطينا ملف الفيديو بتاعنا، ممكن بنحط اي ملف تاني كمان على المشروع بتاعنا. بنختار الملف بتاعنا بالشكل دوت وبنسحبه هنا على التايم لاين بالشكل دوت، او بنسحبه مباشرة على المونيتور زي كده، بيبقى بالشكل دوت. بتتحط الليارات كلها فوق بعضيها، وبنتحكم فيها
في درجة الشفافية بتاعتها، وبنطبق عليها فلتر أو نفس الطريقة في الفوتوشوب بالظبط، هنشرح دوت بالتفصيل في الدروس اللي بعد كده. كل لاير عندنا هنا لو لاحظنا جنب منه في علامة السهم دوت، لو دوسنا عليها بيفتح عندنا هنا إعدادات اللاير زي ما احنا شايفين. أول حاجة هنا عندنا الأنكر بوينت أو نقطة الوسط بتاعة اللاير اللي هي موجودة هنا، دي مهمة جدا زي ما هي في برنامج الفوتوشوب بالظبط. دي البرنامج بيتعرف عليها. على سبيل المثال لو عملت سكيل، سكيل يعني بنصغر حجم الفيديو أو حجم ملف الميديا عندنا. لو صغرنا زي كده بالشكل دوت، البرنامج بيقدر يصغر بيبدأ يصغر لنا الصورة أو ملف الفيديو بتاعنا عن طريق الأنكر بوينت، بيصغر من جميع الأطراف في اتجاه الأنكر بوينت. لو أنا غيرت الأنكر بوينت بتاعي على سبيل المثال، حطيته في الطرف زي كده وبدأت أعمل سكيل زي ما احنا شايفين، بيعمل لي سكيل بناء على الأنكر بوينت بتاع ملف الفيديو بتاعي أو ملف الستيل ايمج. يبقى ده مهم أوي نعرفه، بنتحكم فيه إن احنا بنروح على الأداة اللي موجودة فوق هنا البان بيهايند تول، وبندوس هنا في النص بناخد الانكر بوينت بتاعنا بنحطه في المكان اللي احنا عايزينه بالظبط زي ما هو موجود في برنامج الفوتوشوب. تاني حاجة عندنا هنا البوزيشن، البوزيشن اللي هو وضع ملف الميديا بتاعنا في المكان بتاعه. هنا بنتحكم في المكان بتاعه عن طريق البوزيشن. السكيل زي ما اتكلمنا ان احنا بنكبر او بنصغر حجم ملف الفيديو. الروتيشن هنا طبعا زي ما احنا عارفين بنعمل روتيشن للملف بالشكل دوت. والاوباسيتي طبعا الكل عارفها اللي هي الشفافية بتاعة اللير. دي من اهم الحاجات اللي هنشتغل عليها كتير قوي اثناء ما احنا شغالين، بالظبط زي ادوات التحكم في اللير بتاعنا. دي من اهم الحاجات اللي هنتعلمها في الدروس اللي جاية إن شاء الله، واللي هنستخدمها كتير. طبعا الحاجات دي كلها ليها شورت كات على البرنامج. بختار اللير بتاعي، بدوس R بيجيب لي الروتيشن على طول، بقدر أتحكم في الروتيشن بتاع اللير. بدوس T بيجيب لي الأوباستي أو الشفافية بتاعة اللير. بدوس A بيجيب لي الأنكور بوينت، وهكذا بقدر عن طريق الشورت كات بتاع البرنامج بتحكم بسهولة في الشغل بتاعي. طبعا في ميزة كويسة من مميزات الافتر افكتس ان هو بيقدر يتحكم لي في المشروع بتاعي، بيعمل لي المشروع بتاعي على شكل ثلاثي الابعاد. طبعا هو مش برنامج ثلاثي الابعاد، هو بس بيديني امكانية بيعمل لي 3D room او بيعمل لي غرفة للتحكم عن طريق البعد الثالث. انا هنا الاول هسيب الملف زي ما كان. على سبيل المثال زي ما احنا شايفين هنا عندنا ليارين، اللير بتاع الفيديو بتاعنا واللير اللي فوق منه اللي هو بتاع الصورة، طبعا واحد فوق التاني. بنيجي هنا على اليمين زي ما احنا شايفين موجودة أيقونة المكعب دوت، ده هيعمل لنا اللير بتاعنا ثلاثي الأبعاد. لو دوسنا هنا على المربع الفاضي دوت أصبح عندنا هنا الصورة بتاعتنا ثلاثية الأبعاد. أول ما بندوس على المربع زي ما احنا شايفين بيظهر عندنا التلات اتجاهات بتوع التحكم في الأبعاد. هنا زي ما احنا شايفين عندنا الاكس اكسس، دي بنقدر نتحكم في ملف اللير بتاعنا ان احنا بنوجهه يمين او شمال. عندنا الواي اكسس لفوق او تحت، وعندنا حاجة اللي هي مهمة او في 3D اللي هي الزي اكسس، بنتحكم عن طريق اننا نحط الملف قدام وورا بالشكل دوت. طبعا دي مختلفة عن اننا نعمل سكال. لما بنعمل سكال بنصغر او بنكبر حجم الملف نفسه، لكن الزي اكسس او الزد اكسس زي ما بنقول دي بنحط الملف قدام او ورا، ما بنصغرهوش، بيفضل زي ما احنا شايفين هنا السكيل او الحجم بتاعه 100%. لما بحرك عن طريق الزي اكسس ما بيتغيرش الحجم بتاعه، الحجم زي ما هو، كل الحكاية ان هو بيروح لقدام او ورا بالشكل دوت.
انا كمان هعمل اللير بتاع الفيديو ثلاثي الابعاد بالشكل دوت، هدوس على الايقونة بتاعت المربع دوت. زي ما احنا شفنا الصورة اختفت لانها ورا اللير بتاع الفيديو. لو جبت انا الصورة هنا تاني بدأت تظهر لانها موجودة دلوقتي قدام الصورة بتاعت الفيديو. طبعا احنا مش فاهمين دلوقتي ايه اللي بيحصل، هنغير هنا البريفيو بتاعنا بالشكل دوت. لو لاحظنا هنا عندنا ان الصورة بتاعتنا موجودة قصاد ملف الفيديو بالشكل دوت، اصبح عندنا هنا بنقدر نتحكم واحدة قصاد التانية، او بنغير وضع كل لير عن التاني بالشكل دوت في غرفة ثلاثية الابعاد بالشكل دوت. بنرجع تاني هنا الاكتيف كاميرا. طبعا لما بنعمل مشروع جديد البرنامج بيديله تلقائيا اللي هي الاكتيف كاميرا، بنقدر هنا نتحكم عن طريق البريفيو او اللي هيبقى ظاهر قصادنا هنا على الشاشة. هنا عندنا الفرونت بريفيو، هنا شايفين المشهد بتاعنا من قدام، اللافت بريفيو شايفين المشهد بتاعنا من الجنب الشمال، هنا عندنا الصورة بتاعتنا زي ما احنا شايفين قدام، وملف الفيديو ورا بالشكل دوت. وهنا بنشوف الصورة بتاعتنا من فوق او المشروع بتاعنا من فوق، وهكذا بالشكل دوت بنشوفه من ورا او من اليمين. والاكتيف كاميرا ده الوضع الطبيعي اللي بنشوفه زي ما هيتصدر ملف الفيديو بتاعنا. كمان من الحاجات الكويسة في البرنامج اننا بنقدر نحط في المشروع بتاعنا كاميرا، وبنحط كمان في المشروع ضوء زي ما في العالم الطبيعي، او لما بنصور فيلم بنحط كاميرا وبنحط اضاءة وبنعمل المشهد بتاعنا في البرنامج. هنا كمان بنقدر نعمل دوت. عشان نعمل كاميرا للمشروع بتاعنا بنروح من فوق على Layer New وبنختار كاميرا، وهنا من القائمة بتاع Preset بنختار اي حاجة من اعدادات الكاميرا دي، هنتكلم عليها بالتفصيل ان شاء الله، او بنحط الاعدادات اللي احنا عايزينها هنا بالشكل دوت وبنختار اوكي. اتعمل هنا عندنا كاميرا في المشروع بتاعنا زي ما احنا شايفين كده، خدت اسم كاميرا واحد. بنقدر نتحكم في الكاميرا بتاعتنا، هنا عندنا الادوات بتاعت الكاميرا، بندوس هنا على اداة الاوربت كاميرا تول وبنفضل دايسين، بتظهر هنا عندنا القائمة، عندنا في القائمة اوربت كاميرا تول، وعندنا تراك اكس واي كاميرا تول، وعندنا تراك زي كاميرا تول بالشكل دوت. وكمان بنقدر نتحكم عن طريق الترانسفورم بتاع الكاميرا هنا، نفس الاعدادات اللي موجودة هنا هي اللي موجودة فوق بالشكل دوت. هنا الاوربت كاميرا تول بنقدر نتحكم في المشروع بتاعنا بالشكل دوت، بندوس في وسط المشروع وبنتحكم في الصورة بالشكل دوت. وهنا عندنا التراك اكس واي كاميرا تول، بنقدر نتحكم في الكاميرا بالشكل دوت، بنجيبها يمين او شمال زي كده او فوق او تحت. وهنا عندنا التراك زي كاميرا تول، ده بنجيب الكاميرا قدام او ورا بالشكل ده. الناس لازم تعرف الفرق، احنا هنا ما بنصغرش الملفات بتاعتنا، ما بنعملهاش سكيل، احنا بنبعد بالكاميرا، الكاميرا بتقرب على الصورة بالشكل دوت او بتبعد عن الصورة، لكن اللير بتاعنا لو شفنا هنا ما بيتغيرش مكانه، البوزيشن بتاعه زي ما هو ما بيتغيرش. شوفوا هنا الاعدادات ما فيش حاجة بتتغير منها، احنا كل اللي بنعمله بنقرب بالكاميرا بتاعتنا زي كده او بنبعد بالكاميرا زي كده، لكن اللير بتاعنا ما بيتغيرش مكانه، كل اللي بيتغير هو الكاميرا. لو لاحظنا زي كده الكاميرا بتقرب على المشهد او بتبعد عن المشهد بالشكل دوت، لكن الليارات موجودة في مكانها.
كمان بنقدر نعمل إضاءة للمشهد بتاعنا. بنروح من فوق على Layer New وبنختار Light. هنا عندنا بيظهر مربع زي كده، نوع أو Type بتاع اللايت. في القائمة هنا عندنا 4 أنواع، من أهمها هنا عندنا بيظهر الديفولت بتاع البرنامج الـ Ambient Light أو الإضاءة العامة بتاعت الغرفة بالكامل. ده بيدينا إضاءة للغرفة بالكامل زي كده. زي ما احنا شايفين الملفات اللي هي ثلاثية الأبعاد بس هي اللي بتتأثر بالإضاءة، طبعا عشان عندنا اللايرين ثلاثي الأبعاد اتأثروا. لو شلنا المكعب من قصاد لاير من الاتنين بالشكل دوت بقى ثنائي الأبعاد مش هيتأثر بالإضاءة، يبقى الإضاءة بتأثر بس على الملفات ثلاثية الأبعاد. هنا عندنا ملف الإضاءة بتاعنا Ambient Light، كمان بنقدر نتحكم في الإعدادات بتاعته. هنا درجة أو حدة الإضاءة في المشهد لو خليناها هنا 100% مثلا، بنشوف إن الإضاءة في الغرفة عندنا بقت أكتر، ولو صغرنا القيمة بتكون أقل زي ما شوفنا. تاني حاجة عندنا هنا الـ Point Light، ده عبارة عن إضاءة بتكون موجهة في نقطة معينة، بنقدر نتحكم في النقطة اللي هيكون فيها الإضاءة. بركز مثلا على جزء معين في المشروع بتاعي بيكون عليه الإضاءة زي كده، وبقية اللاير بتاعي أو بقية المشروع بتاعي ما بيكونش عليه تركيز بالشكل دوت. كمان عندي هنا السبوت لايت، حاجة كمان زي البوينت لايت بس هنا مختلفة، ان هي بتعمل سبوت على مكان معين. بقدر كمان اتحكم في السبوت لايت بتاعي، بحركه في المكان اللي انا عايزه بالشكل دوت عشان اركز على نقطة معينة او اعمل سبوت على نقطة معينة. اللايت اللي بعد كده بارالايت، زي ما احنا شايفين ده قريب شوية للأمبيانت لايت. انا بصراحة ما اعرفش هو شغله بيعمل ايه بالظبط عشان ما اضحكش عليكم، لكن ان شاء الله لما اعرف هقول لكم في الدروس اللي جاية ان شاء الله. انا هنا هرجع اغير اللايت بتاعي، خليه على سبيل المثال بوينت لايت بالشكل دوت. تمام، بقى عندي المشهد بتاعي او المشروع بتاعي في ليارين ثلاثي الأبعاد، وعندي الكاميرا وعندي اللايت بتاعي. دلوقتي عايز أبدأ أعمل الأنيميشن بتاعي، ده هيكون إزاي؟ باجي هنا على أول لير زي ما احنا شايفين اللي هو بتاع الصورة ده، ممكن بضغط انتر وبغير الاسم بتاعه بالشكل دوت. كمان بيتغير هنا في المشروع بس ما بيتغيرش في الملف الاساسي بتاعه، بيفضل الاسم زي ما هو. انا هنا على سبيل المثال عايز اللير بتاعي يبقى على الشمال زي كده ويجي على اليمين، ممكن كمان اسحبه على الشمال خالص زي كده. باجي على اللير وانا مختاره بدوس حرف بي من على الكيبورد، ده بيسهل علينا، بيفتح عندنا البوزيشن، او بندوس على السهم الصغير دوت بيفتح عندنا قائمة زي كده. بنيجي على البوزيشن، بنقدر نتحكم في البوزيشن بتاع اللير بالشكل دوت. انا عندي هنا البوزيشن بتاعه معقول. باجي على اول ثانية في التايم لاين زي كده، بسحب المؤشر ده بالشكل ده، بجيبه على أول ثانية وبدوس على الستوب واتش أو علامة الساعة اللي جنب كلمة position. ده معناه إن هو هيسجل الإعدادات دي كلها في النقطة اللي عليها المؤشر دوت. طبعا النقطة هي أول ثانية في المشروع بتاعي. سجل لي البيانات، بروح قدام شوية ثانيتين تقريبا أو زي كده، وببدأ أغير الإعدادات بتاعتي. أنا هسحب اللير بتاعي اغير البوزيشن بتاعه بالشكل دوت زي كده.
اوتوماتيك البرنامج، سجل لي كي فريم او سجل لي نقطة تانية بالاعدادات الجديدة اللي انا عملتها، يبقى البرنامج لما اجي اشغل الفيديو بتاعي بيغير لي البوزيشن من اول ثانية في المشروع بتاعي لتاني نقطة اللي هي في الحالة دي 3 ثواني تقريبا. الصورة هتيجي من الشمال لليمين بالشكل دوت في 3 ثواني اللي انا عملت لهم النقطتين دولت بالشكل ده. ده اتحكمت في وضع الصورة بالشكل ده. برجع تاني لنقطة الصفر او نقطة اول ثانية في المشروع بتاعي بالشكل دوت. وباجي كمان عايز اغير في السكيل على سبيل المثال او حجم الصورة، بدوس على الستوب واتش هنا، بعمل او بسجل البيانات. طبعا مقاس الصورة هنا 100% مش معمول لها سكيل. بروح على النقطة الأخيرة وممكن كمان بعمل بصغر حجمها شوية، يبقى وهي بتتحرك بتيجي كبيرة وبتصغر شوية زي كده مش كتير. ممكن كمان أتحكم في حاجات تانية في الإعدادات من هنا بنفس الطريقة عن طريق الكي فريم، بدوس على الستوب واتش جنب أي إعدادات من دي وبتحكم فيها، بروح قدام شوية وبتحكم في الإعدادات بالشكل ده. باجي على اللير التاني زي ما احنا شايفين موجود في مكانه بالشكل دوت. انا هنا حاجة اعمل ريسات ارجعه مكانه زي ما كان وحبدأ اتحكم فيه هو كمان. على سبيل المثال انا هخلي وضعه هنا بالشكل ده، وحاجة اعمل للسكيل ادوس على الستوب واتش هنا وهروح قدام شوية بالشكل ده وهعمل له سكيل زي كده، بيبدأ يكبر لي. يبقى لما الفيديو بتاعي يشتغل هيبدأ صغير ويكبر بالشكل دوت. ممكن كمان اتحكم في البوزيشن بتاعه، بروح على تاني نقطة وبغير البوزيشن بتاعه. بالشكل ده يبقى لما اشغل الفيديو بتاعي هيشتغل زي كده. عشان نشوف الفيديو بتاعنا وهو شغال بندوس حرف صفر من على الكيبورد، ده بيعمل لنا رام بريفيو، بنقدر نشوف الفيديو بتاعنا هيبقى شكله عامل ازاي. هيبقى بالشكل دوت. الفيديو زي ما احنا شايفين هنا عندنا الشريط الاخضر دوت، البرنامج بيبدأ يعمل رام بريفيو، بيعمل ريندر للملف الفيديو بتاعنا وبيبدأ يعرضه لنا بالشكل دوت. اول ما بينتهي بيبدأ يعرضه بالسرعة الطبيعية بتاعة المشروع بتاعنا، أو من هنا بنتحكم في الكلام ده كله من هنا على التايم كنترول. عندنا الأيقونة اللي موجودة هنا دي اللي بنعمل بيها رام بريفيو، أو بندوس حرف صفر من على الكيبورد. هنتكلم بالتفصيل عن التايم كنترول في الدروس اللي بعد كده. يبقى كده عرفنا ازاي بنتحكم في الليارات بتاعتنا وازاي بنحركها بسهولة في المشروع بتاعنا بالشكل دوت. تمام، حركت الليارين بتوعي زي كده. ممكن كمان لو لاحظنا هنا المساحة السوداء اللي ورا كلها، المشروع بتاعنا الديفولت بيبقى باللون الاسود دوت. لو دوسنا هنا على الايقونة اللي موجودة بتاعة تاجل ترانسبارنسي زي ما احنا شايفين الخلفية شفافة، لما نعمل الفيديو هتبقى الخلفية سودة. لو عملنا ريندر للفيديو بتاعنا هتبقى الخلفية سودة وهتبقى شفافة لو اخترنا الفا شانل مع الار جي بي بالشكل دوت. دلوقتي عايزين نعمل خلفية للمشروع بتاعنا، بنعمل لير جديد، بنروح من فوق على لير نيو، المرة دي بنختار سوليد لير. السوليد هو عبارة عن لير فاضي بالشكل دوت، بياخد اي لون
وبعد كده بنطبق عليه اي ستايل بالظبط زي ما بنعمل في الفوتوشوب لاير جديد، وبنملاه باي لون وبنطبق عليه اي ستايل. نفس الفكرة بالظبط، هو الاختلاف بس هنا في الاسم. هنا بندوس على كلمة make comp size، ده بيعمل لنا السوليد دوت بحجم الكومبوزيشن بتاعنا، او بنغير في الاعدادات بنعمل الحجم بتاعه اللي احنا عايزينه، وبندوس اوكي. عمل لنا لاير جديد باللون الاسود فوق المشروع بالكامل، بننزله تحت خالص عشان يبقى الخلفية بتاعتنا. بنبدأ نطبق عليه اي فلتر او اي تأثير احنا عايزينه عشان يبقى في الخلفية. عندنا هنا قائمة او اللي بنسميها الفلاتر في الفوتوشوب، هنا بنسميها افكتس، بنقدر نختار الافكتس بتاعتنا هنا موجودة. وكمان هنا عندنا على اليمين عندنا الافكتس بريسيتس. طريقة سهلة في البرنامج هنا ان احنا بنكتب اي اسم احنا عارفينه للافكت بتاعنا. على سبيل المثال هكتب هنا رامب، جاب لي الافكت بتاعي، بضغط دوبل كليك وانا مختار اللير بتاعي هنا، بضغط دوبل كليك، ده بيطبق لي الفلتر بتاعي او التأثير بتاعي على اللير بالشكل دوت، او بسحب بالشكل دوت على اللير كمان بيطبقه لي، او هنا في قائمة الافكت كنترول بانل بسحبه بالشكل دوت. يبقى زي ما قلنا كل حاجة وليها كذا طريقة بنقدر نطبق بيها الامر في البرنامج. الرامب هنا زي ما احنا شايفين حاجة زي الجراديانت كده، بنطبقها على اللير. هنا مختلفة شوية في الافتر افكتس، على سبيل اننا ما بنفتحش القائمة زي ما احنا شايفين، بيدينا امكانيات اكتر زي كده، بقدر اتحكم في الجراديانت بتاعتي او حاجة زي الجراديانت الرامب دوت. هنا كمان بقدر اتحكم في اللون بالشكل دوت، يبقى عندي زي كده. وكمان بتحكم في النوعية سواء لينير رامب او راديال رامب، بيبقى بالشكل دوت زي ما احنا شايفين. بقى عندي خلفية زي كده، بقى عندي الليارين بتاعي بتوعي بالشكل دوت، وعندي الخلفية زي كده. كمان في الافتر افكتس بقدر احط ملفات صوت على المشروع بتاعي، بروح على اي ملف صوت موجود في المشروع بتاعي وبسحبه بالشكل دوت هنا في التايم لاين، بيبقى بالشكل دوت. يبقى لما اشغل الفيديو بتاعي بدوس زيرو من على الكيبورد، البرنامج بيبدأ يعمل ريندر للفيديو بتاعي على الذاكرة بتاعت البرنامج بالشكل ده. وأول ما بيخلص بيبدأ يشغل لي الفيديو بالسرعة الطبيعية. بدوس زيرو تاني على الكيبورد بيوقف التشغيل. طبعا دي الشورت كات زي ما قلنا، ممكن كمان بتحكم هنا بدوس على الأيقونة بتاعت كويك رام بريفيو، بيبدأ يعمل لي ريندر للفيديو بتاعي. ريندر هنا ان هو بيصدر لي الملف مؤقتا على الذاكرة بتاعت البرنامج، وبعد كده بيعرضه لي تاني بعد ما بيخلص، بالسرعة الطبيعية بتاعته علشان اشوفه قبل ما اصدره للشكل النهائي، بيبقى بالشكل ده.
لحد كده تمام. عملنا المشهد بتاعنا، حطينا الكاميرا وحطينا الهيرات بتاعتنا وحطينا الإضاءة وحطينا ملف الصوت. كمان ممكن نعمل النصوص بتاعتنا، لو حبينا نكتب نص أو أي حاجة بنروح من فوق على التايب تول، وبنيجي هنا في الكومبوزيشن مونيتور بندوس مرة واحدة وبنكتب أي نص بتاعنا بالشكل زي كده، بنحط في المكان اللي احنا عايزينه على سبيل المثال هنا بالشكل ده. بنتحكم كمان في المقاس بتاعه عن طريق بندوس حرف اس واحنا مختارين اللاير، بيفتح عندنا قائمة سكيل، بنعمل له سكيل، بنصغر حجمه بالشكل ده، او هنا في قائمة كاركترز هنا بنتحكم في مقاس الفونت نفسه، بنحدد النص بتاعنا وبنتحكم في المقاس بالشكل ده. دلوقتي عايزين نعمل للنص بتاعنا انيميشن، على سبيل المثال عايزينه يبدأ من اول هنا كده ان هو يظهر، ما يظهرش خلال الفيديو بالكامل، هنا مثلا في النقطة دي. دلوقتي عايز اعمل عليه افكت معين، باجي هنا في القائمة بتاعة الإفكتس عندي، بروح على Animation Presets Support Files Presets، وعندي هنا التأثيرات بتاعة النصوص كلها، أفتح هنا شوية عشان نشوف، بختار من هنا أي تأثير من التأثيرات دي وليكن على سبيل المثال التأثير دوت، بدوس دوبل كليك على التأثير بيتطبق على اللير اللي أنا محدده. طبعا انا هنا في الحالة دي محدد النص بتاعي، وبيبدأ التأثير اللي انا هطبقه من النقطة اللي انا حاطط عليها المؤشر اللي هي في الحالة دي 4 ثواني و22%، بدوس دوبل كليك على التأثير بتاعي، طبعا النص اختفى، لكن لو حركنا كده لقدام زي ما احنا شايفين النص بتاعي بدأ بيجي من تحت لفوق بالشكل دوت. هدوس زيرو من على الكيبورد، تعالوا هنا افتح شوية عشان نشوف الصورة بالكامل. هدوس زيرو من على الكيبورد، اعمل كويك رام بريفيو، تمام. اول حد كده ممكن لحد النقطة دي، عايز احط نص تاني او اخفي النص بتاعي دوت، هاجي اكتب نص تاني، بالشكل ده زي كده. كمان هصغر النص بتاعي، بختار وانا مختار النص بدوس حرف اس، بيفتح لي السكيل، بصغر النص بتاعي زي كده، بحطه في المكان المظبوط، ممكن اصغره كمان، بالشكل ده. كمان عن طريق ال سهم الفوق وسهم تحت بتحكم بالظبط زي ما بعمل في الفوتوشوب، بتحكم بيه بجيبه يمين بالشكل دوت عن طريق الكيبورد، او بجيبه شمال بالشكل دوت برضه عن طريق الكيبورد. هنا انا مش هطبق عليه تأثير من التأثيرات الجاهزة، انا عايزه يعمل فيد ان وفيد اوت، هنعمله عن طريق الاوباستي بتاعت اللاير، وانا مختار اللاير هنا بدوس حرف تي وبدوس على ده بيفتح لي الاوباستي، بدوس على الستوب واتش هنا، ده بيحدد لي زي ما قلنا كي فريم في المكان اللي انا حاطط عليه المؤشر. هنا عندي بداية النقطة دي انا عايز اخليها هنا صفر، اخليه مفيش شفافية خالص، بخليها صفر، وبروح قدام شوية وبعلي الاوباستي تاني، ده بيخليها لي 100%. انا عايز بس اشوف الجزء دوت بقى شكله عامل ازاي، بروح هنا احط المؤشر قبليه بشوية وبدوس حرف بي من على الكيبورد،
ده بيضم لي الجزء دوت، او بشد المؤشر ده كده عشان اعمل ريندر للجزء ده بس مش للفيديو بالكامل، اشوف بقى شكله عامل ازاي. تمام بقى عندي بالشكل دوت زي ما احنا شايفين، عمل فيد ان او ظهر الشفافية بتاعته زي كده. انا من رأيي ان هو بيتأخر شوية على ما يظهر عشان اقلل الوقت اللي هيظهر فيه. راجع على الكي فريم التاني وبقربه على الاولاني بالشكل دوت، بيبقى عندي زي كده بياخد وقت اقل. تعالوا نشوف، بدو زيرو من على الكيبورد. تمام، ممكن كمان هنا على نقطة البداية بتحكم كمان في تأثير النص بتاعي عن طريق البوزيشن بتاعه، وأنا مختار النص بدوس حرف بي وأعمل كي فريم للبوزيشن. الأول برفع النص بتاعي فوق بالشكل ده فوق خالص، وبدوس على الكي فريم هنا، بعمل كي فريم في النقطة الأولانية، وباجي قدام شوية زي كده وبنزله تاني تحت بالشكل دوت. يبقى أنا كده عملت تأثير للنص بتاعي زي ما احنا شايفين، بينزل من فوق لتحت زي كده، والشفافية بتاعته بتبقى قليلة وهو نازل، بتزيد لما يوصل للمكان الأخراني بتاعه. تعالوا نشوف، تمام. أول حد كده يبقى عرفنا إزاي بنعمل التأثيرات بتاعتنا على النصوص. عندنا هنا النص بتاع نيوز، حطينا تأثير من التأثيرات الجاهزة، والنص اللي هو بتاع الأرقام هنا عملنا تأثير عن طريق التحكم في النص بتاعنا. طبعا ده البازيك أو الحاجات الأساسية اللي بنتعلمها. غيرنا الوضع بتاعه، البوزيشن بتاعه، وعملنا غيرنا الأوباسيتي بتاعته زي ما احنا شايفين، ده تلقائي بدون أي تأثير من عندنا. دي الحاجات البسيطة اللي بنتعلمها، وإن شاء الله مع الوقت هنتعلم حاجات أكتر كومبلكستي أو أكتر احترافية شوية أو معقدة شوية، مع الوقت بنتعلم كل ده. لحد كده تمام، أنا خلصت الفيديو بتاعي بالشكل دوت. بدوس حرف زيرو من على الكيبورد علشان أشوف الفيديو بتاعي بالكامل.